سلامي على دمج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أوصي نفسي ومن يسمع بالعمل الصالح بتقوى الله عز وجل، فإن العمل الصالح هو زادنا في الدنيا وفي الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قد وعد الله سبحانه وتعالى بالحياة الطيبة، وهي شاملة لحياة الدنيا وحياة الآخرة وحياة البرزخ. نعم، وعد الله بالحياة الطيبة لمن عمل صالحا، وهذا هو مقصود كل إنسان، أن يحيا حياة طيبة. ولكن كثير من الناس يغلطون الطريق. أوصي نفسي وإياكم بالعمل الصالح، فإن العمل الصالح سبب للهداية. قال الله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وفي هذه الأزمنة كثرت الفتن وكثرت المخاوف وكثر الشر. قدر ما يقبل الإنسان على عبادة الله يدفع الله سبحانه وتعالى عنه الفتن ويفرج عنه. ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. أوصي نفسي وإخواني من يسمع بارك الله فيكم العمل الصالح، فإن العمل الصالح قد جعل الله سبحانه وتعالى لصاحبه الود. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ومعنى ذلك أنه يحببه إلى عباده المؤمنين، ويحبه أهل السماء ويحبه أهل الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل أني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم يوضع له القبول في الأرض. كل خير حاصل في طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. جدوا واجتهدوا وفقكم الله في طلب العلم، وجدوا واجتهدوا في التمسك بالسنة والحفاظ عليها والإقبال على عبادة الله في هذه الآونة التي حصلت فيها الفتن. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. ولا يزال الإنسان باذلا من وقته في التمكن في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي التزود، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. فلا نغبن على أوقاتنا ولا على أعمارنا ولا عساتنا ولا على دقائقنا ولا على شهورنا وسنواتنا في غير طاعة الله. هذا الذي نتواصى به، وأسأل الله أن يجعل فيكم النفع والبركة، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أنا على موعد الآن في بعض الكلمات مع بعض الاتصالات المهمة، وإنما هذا مشاركة وزيارة. أقل الهاتف لإخواني في الله السامعين: حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.